بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى منزلة الاستقامة. قال رحمه الله: فصل. قال صاحب المنازل في قوله تعالى: فاستقيموا إليه، إنه إشارة إلى عين التفريد. إنه إشارة إلى عين التفريد. عندي في الحاشية يعني تعريف التفريد: أن يتفرد عن الأشكال ويتفرد في الأحوال ويتوحد في الأفعال، وأن تكون أفعاله لله وحده، فلا يكون فيها رؤية نفس ولا مراعاة خلق ولا مطالعة عوض. يعني المعنى العام المقصود للتفريد هو توحيد الله سبحانه وتعالى اعتقادا ويعني وعملا. قال: يريد أنه أرشدهم إلى شهود تفريده، وهو ألا يروا غير فردانيته، يعني ألا يرى غير وحدانية الله سبحانه وتعالى. الفردانية هي الوحدانية، التوحيد. قال: وتفريده نوعان: تفريده في العلم والمعرفة والشهود، وتفريده في الطلب والإرادة، وهما نوع التوحيد. يعني توحيد الله تعالى يقسم إلى نوعين: توحيد المعرفة والإثبات، وهذا النوع الأول يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. النوع الأول هو تفريد في العلم والمعرفة والشهود، هذا يشمل يعني توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والنوع الثاني اللي هو توحيد الطلب والإرادة والقصد، أنه لا يطلب إلا من الله، ولا يريد إلا الله، ولا يقصد إلا الله. فهذا هو توحيد الألوهية، هو توحيد الألوهية. قال: وهما نوع التوحيد. قال: وفي قوله عين التفريد، احنا طبعا مر بنا من قبل في تفسير الاستقامة، في تفسير الاستقامة أنه فسرها بعض الصحابة رضي الله عنه بأن المراد بها التوحيد. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه فسر الاستقامة، قال إيه: فاستقيموا إليه واستغفروا. قال: ألا تشرك بالله شيئا، ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد. ففسر الصديق رضي الله عنه الاستقامة بأنها ألا يشرك بالله شيئا. فلهذا هنا الإمام الهروي صاحب منازل السائرين فسر الاستقامة بأنها إشارة إلى عين التفريد. قال: وفي قوله عين التفريد إشارة إلى حال الجمع وأحديته التي هي عنده فوق علمه ومعرفته، لأن التفرقة قد تجامع علم الجمع، وأما حاله فلا تجامعه التفرقة. طيب، موضوع التفرقة والجمع هذه سيأتي مزيد كلام عنها. سيبين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن صاحب الجمع هو يعني مثله مثل من على الرابية، ينكشف له القريب والبعيد. يعني كأن الإنسان فوق مكان عال وينظر نظرة واحدة، يعني مشهد واحد يجمع الأماكن كلها وكل أحياء البلد وكل بيوتها، تكون مجموعة له في مشهد واحد. وصاحب التفرقة مثل من في الوهاد الذي يكون في الأماكن المنخفضة، فقط يرى جزءا صغيرا، يرى بيتا هنا ويرى. فالذين تحت كل واحد مشغول بشيء صغير يعني، لكن الذي فوق يرى يعني كل شيء ينكشف له أو كذا. فهنا المقصود يعني في يعني مسألة الجمع والتفرقة، أنه يعني إذا تعلق قلب العبد بالله تعالى ووجد أن كل ما في الكون هو من خلق الله تعالى ومن إيجاد الله تعالى، وتسري عليه مقادير الله تعالى، فمن هذا الباب يعني يرى يعني الصفة التي تجمع كل شيء، يعني أو الشيء الذي يجمع يعني الشيء المشترك بين الأشياء كلها، بين الموجودات
يعني كل ما سوى الله يجمعه شيء واحد، أنه كله عبد لله، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. نعم، فيرى هذا المعنى أن كل شيء هو قانت لله تعالى، تسري عليه مقادير الله، وأنه كله بإيجاد الله تعالى وقدرته، يعني يلمح هذا المعنى الذي يجمع بين الأشياء. وأما صاحب التفرقة فهو الذي ينشغل يعني بكل شيء على حدة، يعني ما يميز كل مخلوق عن الآخر من هذا حسن وهذا قبيح وهذا غني وهذا فقير وهذا والصحة والمرض والأشياء اللي هي المتقابلة في يعني في أمور الدنيا، فيرى إيه الفروق بين الأشياء وينشغل بها عن كونها جميعا من تقدير الله وإيجاده ونحو ذلك. يعني فهنا يقول في عندنا علم الجمع وحال الجمع. فعلم الجمع ممكن يكون، يقول ممكن إنسان يكون يعني قلبه متفرق بهموم الدنيا ومشاغلها وكذا، فيكون يعني حاله حال تفرقة، ولكن هو يعلم أن الجميع بقدرة الله تعالى وتسري عليه مقادير الله وكل شيء من خلق الله وإيجاد. فهو يعني علم الجمع يكون موجودا، لكن هو حاله أنه مشغول يعني بهموم الدنيا وتفرقت به يعني مشاغل الدنيا. فيقول علم الجمع يمكن أن يجتمع مع الإيه، مع التفرقة، لكن حال الجمع هو عندما يكون قلبه يعني متعلقا بالله تعالى، وقد يعني زي غاب عن شهود ما سوى الله، يعني وأصبح قلبه متعلقا بالله وانشغل عن كل ما حوله في الدنيا. فيقول حال الجمع لا يجتمع مع حال التفرقة، يعني هما إيه متقابلا، لكن علم الجمع يمكن أن يجتمع مع حال التفرقة. يعني مش عارف واضح هذا المعنى. نعم. قال فصل، قال والاستقامة روح تحيا بها الأحوال كما تربو للعامة عليها الأعمال، وهي برزخ بين وهاد التفرق ورواب الجمع. والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين. قال شبه الاستقامة للحال بمنزلة الروح للبدن، فكما أن البدن إذا خلى عن الروح فهو ميت، فكذلك الحال إذا خلى عن الاستقامة فهو فاسد. مر بنا من قبل أن الأحوال والمقامات هي يعني العبادات القلبية وما يكون في القلب يعني من منازل الإيمان، يعني هذه المنازل التي نتكلم عنها، منزلة المحبة والخوف والرجاء والإنابة والتوكل وكذا إلى آخره، فكلها يعني أحوال ومقامات بحسب يعني ما يكون منها كسبيا وما يكون وهبيا. فإذا الاستقامة للحال بمنزلة الروح للبدن، يقول كل الأحوال تحتاج إلى استقامة، فكما أن البدن إذا خلى عن الروح فهو ميت، فكذلك الحال إذا خلى عن الاستقامة فهو فاسد. واضح؟ يعني حتى الأحوال مثلا يعني الخوف والرجاء والمحبة والتوكل كلها تحتاج إلى استقامة، أن تكون على استقامة. وهذه الأحوال لو وجدت بدون استقامة فكأنه إيه، بدن بلا روح. وكما أن حياة الأحوال بها فزيادة أعمال الزاهدين أيضا وربوها وزكاؤها بها. الشيء ربى يربو يعني ارتفع وزاد. يعني قال فلا زكاء للعمل ولا صحة للحال بدونها، كذلك العمل لا يزكو ولا يربو، يعني لا يكون صافيا زكيا طيبا ولا يربو، يعني لا يرتفع ويزيد إلا بالاستقامة. والأحوال كذلك تحتاج إلى الاستقامة. قال وأما كونها برزخا بين وهاد التفرق ورواب الجمع، فالبرزخ الحاجز بين شيئين متغايرين، والوهاد الأمكنة المنخفضة من الأرض، واستعارها للتفرق. يعني كما ذكرنا نتكلم عن التفرقة أو التفرق، ضرب له مثل بالذي في الوهاد، فيعني يرى إيه أشياء صغيرة يعني حوله، لا يرى الصورة العامة والمشهد الكبير الذي يجمع كل شيء،
فالذي في الوهاد استعارها للتفرق، كل يعني كل منخفض الذي فيه يرى شيئا يعني، وهذا يرى شيئا آخر وهذا يرى شيئا، لأنها تحجب من يكون فيها عن مطالعة ما يراه من هو على الروابي، كما أن صاحب التفرق محجوب عن مطالعة ما يراه صاحب الجمع ويشاهده. يعني الذي انشغل همه يعني بشيء من أمور الدنيا، هذا مشغول بالمال وهذا مشغول بالنساء وهذا مشغول بالأولاد وهذا مشغول بالصحة والمرض وكذا من أمور الدنيا والجاه والسلطان، فكل واحد مشغول يعني بشيء صغير كأنه وهاد، وكل واحد مشغول بشيء منه. لكن الذي يكون في يعني في الرابية فيجتمع له كل شيء، أنه يعني كله من عند الله وبتقدير الله. فصاحب التفرق محجوب عن مطالعة ما يراه صاحب الجمع ويشاهده، وأيضا فإن حاله أنزل من حاله. يعني وجه آخر للتشبيه بموضوع الوهاد والروابي، أن الذي على الرابية عالي والذي في الوهاد نازل يعني. فصاحب التفرق هذا إيه حاله نازل، والذي صاحب الجمع حاله أعلى. وحال صاحب الجمع أعلى، فهو كصاحب الروابي. وشبه حال صاحب الجمع بحال من على الروابي لعلوه، ولأن الروابي تكشف لمن عليها القريب والبعيد، وصاحب الجمع تكشف له الحقائق المحجوبة عن صاحب التفرق. قال: إذا عرف هذا فمعنى كونها برزخا، هو هنا يقول الاستقامة برزخ بين وهاد التفرق ورواب الجمع، يقول الاستقامة هي البرزخ الذي بينه، الحاجز الذي بينه. طيب إذا عرف هذا فمعنى كونها برزخا، طيب إيش معنى أن الاستقامة برزخ بين الاثنين؟ أن السالك يكون في أول سلوكه في أودية التفرقة سائرا إلى رواب الجمع. قل السالكون يكونون إيه كأنهم في الوهاد المتفرقة، وكل واحد إيه يريد الصعود على الإيه على الرابية، فهم جايين يعني من أماكن متفرقة وكل منهم يصعد على الرابية، فيستقيم في طريق سيره. إذا يريد طريق يعني صاعد، وهو يستقيم في طريق سيره، يسير سيرا مستقيما ليصل باستقامته إلى رواب الجمع. لأنه لو صار سيرا مستقيما لا ينحرف يمينا ولا شمال فسيصل إلى القمة يعني، لكن لو صار سير غير مستقيم سينحرف. فإذا كل واحد منهم صار مستقيما متوجها إلى القمة فسيصل إليها. فاستقامته برزخ بين تلك التفرقة التي كان فيها وبين الجمع الذي يأمه ويقصده، وهذا بمنزلة تفرقة المقيم في البلد في أنواع التصرفات. فإذا عزم على السفر وخرج وفارق البلد واستمر على السير كان طريق سفره برزخا بين البلد الذي كان فيه والبلد الذي يقصده ويأمه. واضح التشبيه؟ نعم. قال فصل: قال: وهي على ثلاث درجات، الاستقامة على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد، لا عاديا رسم العلم ولا متجاوزا حد الإخلاص ولا مخالفا نهج السنة. قال: هذه الدرجة تتضمن ستة أمور. طيب إيه الأمور الستة؟ يعني ترتيبها كذا. قال: عملا، هذه أول واحد العمل، رقم اثنين. قال: واجتهادا فيه، الاجتهاد في العمل، ودي أول شيء العمل، والاجتهاد في العمل وهو بذل المجهود. ورقم ثلاثة الاقتصاد. قال: واقتصادا وهو السلوك بين طرفي الإفراط وهو الجور على النفوس والتفريط بالإضاعة. الاقتصاد هو السلوك بين طرفي الإفراط. ما هما طرف الإفراط؟ اللي هما طرف الجور على النفوس اللي هو يعني الغلو والزيادة، وطرف التفريط بالإضاعة. رقم أربعة قال: ووقوفا مع ما يرسمه العلم لا وقوفا مع دواعي الحال. الوقوف مع ما يرسمه العلم
لا مع دواعي الحال، ما يدعو إليه الحال. رقم 5 قال وإفراد المعبود بالإرادة وهو الإخلاص. ورقم 6 قال ووقوع الأعمال على الأمر وهو متابعة السنة. وقوع الأعمال على الأمر وهو متابعة السنة. فهذه الأمور الستة تتم لأهل هذه الدرجة استقامتهم، وبالخروج عن واحد منها يخرجون عن الاستقامة، إما خروجا كليا وإما خروجا جزئيا. قال والسلف يذكرون هذين الأصلين كثيرا، وهما الاقتصاد في الأعمال والاعتصام بالسنة. وأصل الاقتصاد معناه الاعتدال، يعني زي مثلا إيه واقصد في مشيك، يعني اعتدل في مشيك مثلا إيه. ومنهم مقتصد، الاقتصاد هو التوسط يعني في الاعتدال في الأمور. بس طبعا هناك إيه في المقتصد هنا اللي هم أصحاب اليمين، يعني هناك من هو أعلى منه يعني في الخيرات، إذا زاد فيها خير يعني سابق بالخيرات بإذن الله، يعني السابق أحسن من المتوسط هنا في المسابقة في الخيرات. بس التوسط قد يكون بين شيئين مذمومين، يعني ده اللي هو المقصود هنا الاقتصاد المحمود اللي هو بين الإفراط والتفريط. لكن إذا اقتصاد اللي هو توسط بين السابقين بالخيرات وبين الظالمين لأنفسهم، فلا السابقون بالخيرات أحسن من المقتصدين في هذه الحالة. نعم، والعبرة يعني النقطة الوسط، كل نقطتين في بينهم نقطة وسط، وبعدين النقطتين دول بينهم وسط والنقطتين دول بينهم. ففي مرات يعني الوسط اللي هو بين يعني بين الإفراط والتفريط فيكون هو الحق. يعني في موضوع الاقتصاد في النفقة مثلا، والاقتصاد في الغنى والفقر مثلا، والقصد في الغنى والفقر، لأن قال الله من يسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا القصد والاعتدال في النفقة، هنا إيه توسط بين الإسراف والتقتير يعني والبخل، فالتوسط هنا محمود يعني وهكذا. فهنا الاقتصاد قال كثيرا ما يذكر السلف الاقتصاد في الأعمال، يعني الاعتدال فيها، لا إفراط بالبدع والزيادة في الدين ولا تفريط يعني بالفسق والمعاصي، والاعتصام بالسنة. فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره، يشم قلب العبد ويختبره، فإن رأى فيه داعية للبدعة وإعراضا عن كمال الانقياد للسنة أخرجه عن الاعتصام بها، وإن رأى فيه حرصا عليها وشدة طلب لها لم يظفر به من باب اقتطاعه عنها، فأمره بالاجتهاد والجور على النفس ومجاوزة حد الاقتصاد فيها قائلا له إن هذا خير وطاعة، والزيادة والاجتهاد فيها أولى، فلا تفطر مع أهل الفطور ولا تنم مع أهل النوم، فلا يزال يحثه ويحرضه حتى يخرجه عن الاقتصاد فيها فيخرج عن حدها، كما أن الأول خارج من هذا الحد فكذا هذا الآخر خارج عن الحد الآخر. طيب، فيقول يعني إن الشيطان إيه دائما ينظر إلى حال كل إنسان، يراقبه ويلاحظ أحواله حتى يحدد الطريقة التي يستطيع بها أن يحرفه عن السنة وعن الحق. فبعض الناس يحرفهم من جهة يعني ترك السنة بالكلية، وبعضهم يجعله يظل يزيد في الاجتهاد في العبادة والطاعة حتى يصل إلى يعني غلو في الدين وزيادة فيه عن طريق يعني الجور على النفس، يعني ظلم النفس بتحميلها فوق طاقتها وإخراجها. قال وهذا حال الخوارج الذين يحقر أهل الاستقامة صلاتهم مع صلاتهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخوارج فقال عنهم يخاطب الصحابة رضي الله عن الصحابة، هم أهل الاستقامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة يقول يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم
وقراءته مع قراءتهم. فهنا الخطاب للصحابة رضي الله عنهم الذين هم أهل الاستقامة يحقرون عملهم مع عمل الخوارج يعني بسبب زيادتهم عن حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال أصحابه. قال وكلا الأمرين خروج عن السنة إلى البدعة، لكن هذا إلى بدعة التفريط والإضاعة، والآخر إلى بدعة المجاوزة والإسراف. وقال بعض السلف ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة وهي الإفراط، ولا يبالي بأيهما ظفر. قال فكل الخير في اجتهاد باقتصاد، في اجتهاد باقتصاد. فهنا يقول يعني إيه الاجتهاد في العمل مع الاقتصاد، يعني مقرون بالاتباع، اجتهاد في العبادة والطاعة لكن مع الاقتصاد مع الاعتدال، وأن يكون هذا الاجتهاد في الطاعة مقرونا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام واتباع السنة. كما قال بعض الصحابة اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. أيوة. عبد الله بن عمر. نعم نعم كما تفضلتم. أنا عندي برضو ذكر في الحاشية هنا إنه في بعض النسخ زيادة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يا عبد الله بن عمرو إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة أفلح ومن كانت فترته إلى بدعة خاب وخسر. قال له ذلك حين أمره بالاقتصاد في العمل، أخرجه أحمد. يعني عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يعني يقوم الليل ولا ينام، يصوم الدهر لا يفطر أبدا، ويختم القرآن كل ليلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه نهاه عن ذلك. يعني لكل كل عامل يعني يكون له يعني في بداية عمله حماس واجتهاد في الطاعة وكذا، ثم بعد ذلك يعني لا يستطيع أن يستمر على الحال التي يكون عليها في البدايات، يعني يكون عندما يكون في بداية الاستقامة أو المسلم الجديد يعني الذي دخل الدين بقوة أو كذا، فمرات يكون عنده يعني اندفاع في الطاعة ومزيد إقبال، ثم بعد ذلك يعقب ذلك فترة يعني لا يستطيع أن يستمر على هذا الحال يعني إلى النهاية، فلا بد أن يأتي نوع من يعني النزول أو التقصير عن هذا الحال. لكن النزول عنه على نوعين، يعني في نوع مثلا يكون في الأول يعني زيادة اجتهاد يعني ثم ينزل عنها إلى القدر الذي هو يعني موافق للسنة ويثبت عليه ويستمر عليه، فهذا تنتهي يعني إلى السنة فهذا أفلح. والثاني يعني يندفع بقوة وبعدين ينتكس والعياذ بالله وينحرف إلى البدعة والضلال، فهذا يعني الذي كانت فترته إلى بدعة خاب وخسر. قال نعم بعدها يقول هنا فاحرصوا على أن تكون أعمالكم على منهاج الأنبياء عليهم السلام وسنتهم، وكذلك الرياء في الأعمال يخرجه عن الاستقامة، والفتور والتواني يخرجه عنها. قال فصل. قال الدرجة الثانية استقامة الأحوال. في استقامة الأعمال وهناك استقامة الأحوال. درجة قال استقامة الأحوال وهي شهود الحقيقة لا كسبا، ورفض الدعوى لا علما، والبقاء مع نور اليقظة لا تحفظا. قال يعني أن استقامة الحال بهذه الثلاثة. أما شهود الحقيقة فالحقيقة حقيقتان، حقيقة كونية وحقيقة دينية. الحقيقة الكونية اللي هي أن كل شيء بتقدير الله تعالى وبإرادته الكونية، وحقيقة دينية وهي إيه الأمر والنهي الشرعي، يعني اللي هي الأوامر والنواهي، أن الله تعالى أمر بالصلاة ونهى عن السرقة والخمر، فهذه الحقيقة الشرعية الدينية. قال يجمعهما حقيقة ثالثة
هي مصدرهما ومنشأهما وغايتهما. الحقيقة الثالثة اللي هي أن كل شيء من عند الله، يعني الكونية والدينية كلها في النهاية أيضا هي من عند الله تعالى. وأكثر أرباب السلوك من المتأخرين إنما يريدون بالحقيقة الكونية، وشهودها هو شهود تفرد الرب بالفعل، وأن ما سواه محل جريان أحكامه وأفعاله، فهو كالحفير الذي هو محل لجريان الماء حسب، يعني وكفى، يعني أو حسبه ذلك. فيشهدون أن كل شيء يعني هو إيه محل لجريان أفعال، يعني أقدار الله سبحانه وتعالى على العبد. فالطائع والعاصي والصالح والطالح والمسلم والكافر كله إيه تجري عليه مقادير الله. فقال كل المخلوقات كأنها يعني حفرة وماء يجري فيها، فكل المخلوقات كأنها حفرة يعني مجرى محفور ويجري فيه الماء، فكل مخلوقات تجري عليها إيه أقدار الله تعالى. فالحقيقة الكونية فيها جمع، يعني تلاحظون الحقيقة الجمعية الكونية فيها يعني معنى يجمع بين الأشياء، أن كل الأشياء هي يعني يجري عليها تقدير الله. يعني لا تلاحظ في الحقيقة الكونية الفرق بين الطائع والعاصي والمسلم والكافر، كله يجري عليه أحكام الله ومقادير الله. فالحقيقة الكونية يعني فيها جمع بين الأشياء. وعندهم أن شهود هذه الحقيقة والفناء فيها غاية السالكين. ومنهم من يشهد حقيقة الأزلية والدوام وفناء الحادثات، هذه الحقيقة الثالثة اللي تجمع يعني الحقيقتين الشرعية والكونية، يجمعها حقيقة ثالثة هي حقيقة الأزلية والدوام، يعني أن الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. قال وفناء الحادثات أو فناء الحادثات وطيها في ضمن بساط الأزلية والأبدية وتلاشيها في ذلك، فيشهدها معدومة ويشهد تفرد موجدها بالوجود الحق، وأن وجود ما سواه رسوم وظلال. يعني يقول إن الله تعالى يعني كان الله عز وجل ولا شيء معه، يعني فهذه الموجودات كلها كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فإنه في وقت من الأوقات كان إيه عدما وأوجده الله تعالى. صحيح أن يعني كل الموجودات كل شيء سوى الله يعني كان عدما وأوجده الله تعالى. فيقول الذي يشهد هذه الحقيقة الثالثة يعني كأنه يشهد إيه يعني يعود بفكره ونظره إلى الحال الأول قبل وجود هذه الموجودات، يعني كل هذه الموجودات يتخيلها عدما، يعني لأنها كانت في يوم من الأيام عدما ثم وجدت، فيرجع يعني كأنه يتغافل عن الزمن الأخير الذي وجدت فيه ويرجع للزمن الأول اللي هو عندما كانت هذه الأشياء معدومة وليس إلا الله سبحانه وتعالى، فيشهد إيه أزلية الله تعالى وبقاءه كأنه يعني يتناسى. فوجود هذه الأشياء يقول هي مجرد يعني رسوم وظلال، أشياء لا حقائق لها، يعني هي أصلا كانت عدما وهي الآن يعني كأنها إيه يعني هباء، يعني يتخيلها غير موجودة. يعني فالأول يشهد تفرده بالأفعال، وهذا شهد تفرده بالوجود. الأول ويشهد الحقيقة الكونية، يعني هو كأنه إيه يعني لم يتغافل عن رؤية الموجودات والمخلوقات اللي هي ما سوى الله، لكنه يعني ينظر إليها باعتبارها محلا لجريان أوامر الله الكونية. والذي يشهد لها حقيقة الأزلية هو أصلا يعني يتعامى أو يتغافل عن رؤية الموجودات أصلا كأنها غير موجودة، ويتخيل يعني هذا الكون بغير هذه الموجودات وأنه ليس إلا الله سبحانه وتعالى. قال وصاحب الحقيقة الدينية في طور آخر، صاحب الحقيقة الدينية للحقيقة الشرعية للأوامر والنواهي في طور آخر، فإنه في مشهد الأمر والنهي والثواب والعقاب والموالاة والمعاداة. صاحب الحقيقة الشرعية
لا ينظر إلى المسلم والكافر باعتبارهما يعني شيء سواء تجري عليه مقادير الله. يعني هذه الحقيقة الكونية موجودة نعم، لكن هو ينظر أيضا إلى أن هذا المسلم يعني هذا يحبه الله تعالى ويرضى عنه وهذه الطاعة يحبها الله، وهذا الكافر يعني هو عدو لله وعليه أن يتبرأ منه وهذه المعصية يبغضها الله، فيفرق بين الأشياء لا يسوي بينها باعتبارها كلها من تقدير الله وإيجاده، لا ينظر إلى أن هذا أمر الله به وهذا نهى الله عنه وهذا يحبه الله وهذا يبغضه الله، فيبدأ إيه ينظر إلى الأشياء يعني لا يغيب عن رؤية الأشياء ولا ينظر إليها من جهة ما يجمعها وإنما ينظر إليها من جهة ما يفرق بينها في شرع الله تعالى ويعني وإرادته الشرعية. قال والموالاة والمعاداة والفرق بين ما يحبه ويرضاه وبين ما يبغضه ويسخطه، فهو في مقام الفرق الثاني الذي لا يحصل للعبد درجة الإسلام فضلا عن مقام الإحسان إلا به إلا به. نعم، فعندنا يعني ذكر هنا يعني في كلام علماء السلوك يعني والصوفية وكذا عندما يتكلمون عن الفرق، الفرق فرقان، الأول بقاء العبد بأحكام خلقيته وهو البقاء الذي يكون قبل الفناء، والفرق الثاني هو بقاء العبد بربه عندما يفنى عن نفسه إلى آخر ما ذكر. بس هو كأنه يقصد يعني الفرق الأول والفرق بين الخالق والمخلوق، والفرق الثاني يعني بين المخلوقات نفسها، يعني أن هذا يحبه الله وهذا يبغضه الله وهذا. فقال لا يحصل للعبد درجة الإسلام فضلا عن مقام الإحسان إلا به، فالمعرض عنه صفحا لا نصيب له في الإسلام البتة. الذي يعرض عن هذا النوع من الفرق التفرقة بين الأشياء ومن جهة ما يحبه الله ويبغضه الله والذي أمر الله به والذي نهى الله عنه، فلا بد أن يفرق بين هذه الأشياء، فمن لم يفرق بينها وجعل يعني بعض الناس يعني عياذا بالله يجعل إيه الجميع طائعا لله، يعني ينظر أن الطاعة هي طاعة أوامر الله الكونية، فيقول لك الذي يشرب الخمر ومطيع لأمر الله الكوني أن هذه إرادة الله وهذه مشيئة الله، والذي يصلي كلهم ممتثلون لأمر الله، والمسلم والكافر كلها إرادة الله وكلها أمر الله، فينظر إلى الشيء الذي يسوي فيه بين الأشياء، فلا يلتفت إلى يعني شرع الله تعالى وأمره هنا. فالذي يعرض عن هذا صفحا لا نصيب له في الإسلام البت. قال وهو الذي كان الجنيد يوصي به أصحابه فيقول عليكم بالفرق الثاني، وإنما سمي ثانيا لأن الفرق الأول فرق بالطبع والنفس وهذا فرق بالأمر. وعندنا برضو تفسير آخر للفرق الثاني أنه شهود قيام الخلق بالحق، نعم، وهو بقاء العبد بربه عندما يفنى عن نفسه. نعم. ثم قال والجمع أيضا جمعان، جمع في الفرق وهو جمع أهل الاستقامة والتوحيد، وجمع بلا فرق هو جمع أهل الزندقة والإلحاد والعياذ بالله تعالى. فيقول يعني الجمع هناك جمع أهل الاستقامة والتوحيد، هم من يعني ينظرون إلى الأشياء يميزون بينها وأن هذا يحبه الله وهذا يبغضه الله وهذا أمر الله به وهذا نهى الله عنه، فيفرقون بين الأشياء، ولكن في نفس الوقت يعني يؤمنون أن كل شيء بتقدير الله وإيجاده وخلقه، فيعني هناك ما يجمع بين الأشياء وهناك ما يفرق بينها، يعني لا يجعلون يعني الفرق يعني ينسيهم الجمع ولا الجمع ينسيهم الفرق، لكن الجمع الذي بلا فرق هو جمع أهل الزندقة والإلحاد، إنه كل شيء سواء، الكافر مثل المؤمن والطائع مثل العاصي وكل الأشياء يعني سواء لا فرق بينها، فهذا طريق أهل الزندقة، لأن يصبح عندهم الذي يشرب الخمر طائعا لله والذي يصلي طائعا لله والذي يعبد الصنم كالذي يعبد
الصليب كالذي يعني تعالى الله عن ذلك، يعني بعضهم وصل إلى هذا الحد يقول لك يعني كل المعبودات يعني كلها بأمر الله وكلها يعني ينظر إلى كل شيء بتقدير الله وبإيجاد الله، في تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: فالناس ثلاثة: صاحب فرق بلا جمع فهو مذموم ناقص مخذول، وصاحب جمع بلا فرق فصاحبه ملحد زنديق، وصاحب فرق وجمع يشهد الفرق في الجمع والكثرة في الوحدة فهو المستقيم الموحد الفارق، وهذا صاحب الحقيقة الثالثة الجامعة للحقيقتين الدينية والكونية، فشهود هذه الحقيقة الجامعة هو عين الاستقامة. يبقى كأنه مقصوده بالحقيقة الثالثة اللي هو هذا المعنى اللي هو يعني الذي يجمع بين الفرق والجمع. قال: وأما شهود الحقيقة الكونية أو الأزلية والفناء فيها فأمر مشترك بين المؤمنين والكفار، فإن الكافر مقر بقدر الله وقضائه وأزليته وأبديته، فإذا استغرق في هذا الشهود وفني به عن سواه فقد شهد الحقيقة. وأما قوله لا كسبا أي تتحقق عند مشاهدة الحقيقة، أو في بعض النسخ يتحقق عند مشاهدة الحقيقة، أن شهودها لم يكن بالكسب، لأن الكسب من أعمال النفس، فالحقيقة لا تبدو مع بقاء النفس، إذ الحقيقة فردانية أحدية نورانية، فلا بد من زوال ظلمة النفس ورؤية كسبها، وإلا لم يشهد الحقيقة. يعني لا يرى فضلا لنفسه ولا يرى يعني عملا لنفسه، أن كل شيء يعني هو يعمله من الخير هو من فضل الله وتقدير الله. وأما رفض الدعوة لا علما، قال: الدعوة فالدعوة نسبة الحال وغيره إلى نفسك. قال: وإن نيتك، نعم، إلى نفسك وإن نيتك، نعم. وقال هنا الإنية لاعتبار الذاتي، نعم، من حيث مرتبتها الذاتية. فالاستقامة لا تصح إلا بتركها سواء كانت حقا أو باطلا، فإن الدعوة الصادقة تطفئ نور المعرفة فكيف بالكاذبة. فيعني يترك إيه؟ الدعاوى، يعني الدعاوى يعني بالمعنى العام اللي هو يعني إيه، ما فيه افتخار بالنفس ورؤية للعمل ونحو ذلك، يعني فيرفض الدعاوى يعني والانشغال بالنفس ونسبة شيء إلى نفسه، دائما ينظر إن الفضل من عند الله تعالى. فيقول الدعوة الصادقة تطفئ نور المعرفة، يعني حتى لو كان يفتخر بعمل صالح وفعلا يعني هو قد عمله، هذا يطفئ نور المعرفة، فكيف بمن يعني يحب أن يحمد بما لم يفعل أصلا، يدعي شيئا هو أصلا لم يفعل لم يصل إليه، يدعي أنه يعني من المخلصين مثلا، لو كان فعلا من المخلصين وادعى ذلك يعني افتخر به ونظر إليه، فهذا يعني ينقص إيمانه وكذا، فكيف بما لو كان كاذبا أصلا في هذه الدعوة. وأما قوله لا علما أي لا يكون الحامل له على ترك الدعوة مجرد علمه بفساد الدعوة ومنافاتها للاستقامة، فإذا تركها يكون تركها لكون العلم قد نهى عنها، فيكون تاركا لها ظاهرا لا حقيقة، يعني إلى آخر كلامه. ثم الفقرة الأخيرة قال: أما البقاء مع نور اليقظة فهو اليقظة، وألا يطفئ نورها بظلمة الغفلة، بل يستديم يقظته ويرى أنه في ذلك كالمجذوب المأخوذ عن نفسه حفظا من الله له، لا أن ذلك حصل بتحفظه واحترازه. قال: فهذه ثلاثة أمور: يقظة واستدامة لها، يعني دوام على هذه اليقظة، وشهود أن ذلك بالحق سبحانه لا بك، أن الفضل من عند الله تعالى وليس من إيه؟ من نفسك يعني. فليس سبب بقائه في نور اليقظة بحفظه، بل بحفظ الله له. قال: وكأن الشيخ يشير إلى أن الاستقامة في هذه الدرجة
لا تحصل بكسب وإنما هو مجرد موهبة، فهي يعني هبة من الله تعالى يهبها للعبد. وناقش ذلك يعني أنه هل الاستقامة هنا يعني كسب ولا هبة من الله تعالى، يعني فيها إيه نظر. يعني الدرجة الثالثة يعني ممكن إن شاء الله نختصرها، يعني لأن فيها تكرار بعض الشيء، اللي هو يعني إيه استقامة. قال الدرجة الثالثة استقامة بترك رؤية الاستقامة وبالغيبة عن تطلب الاستقامة بشهود إقامة الحق وتقويمه. يعني دايما الدرجة الثالثة اللي هو زي يعني الفناء عن رؤية، يعني في الدرجة الثالثة في الاستقامة اللي هو أن يفنى عن رؤية الاستقامة، أنه أصلا يعني لا يرى أنه مستقيم، يعني كأنه إيه لا يرى استقامته، يعني بعدما استقام عمله استقام حاله وكذا، فيأتي إلى الدرجة الثالثة أنه يعني يكون هو مستقيما فعلا في حاله وعمله وفي جميع قلبه وعمله وجوارحه كلها استقامت، ثم إنه يفنى عن رؤية هذه الاستقامة، يعني كأنه لا يرى نفسه مستقيما، ويعني لا يرى إلا إيه يعني يفنى برؤية الله تعالى عن رؤية ما سوى، اللي هو مرتبة يعني الفناء عن شهود ما سوى الله. يعني فدايما هذه الدرجة يشير بها إلى درجة الفناء عن شهود ما سوى الله، يعني تعلق قلبه بالله فيجعله ينشغل عن رؤية ما سوى الله، ومن ضمن ذلك استقامته نفسها حتى لا يرى. فهذا يعني كان خلاصة ما يتعلق بمنزلة الاستقامة، وبعدها منزلة التوكل إن شاء الله تعالى نجعلها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أيها نعم. مهما فعل لا أيها سبحان الله نعم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا نسمعنا والحمد.